تعرضنا في الفيديو السابق إلى كيفية عمل الليفلز في الموديل، وعملنا الليفلز وعدد الأدوار هي كانت 5. الآن طبعا كأول جزئية تبدي تعرضها قبل عملية النموذج، الآن تأخذ كولم وتأخذ أي عنصر معين، ما تستطيع أنه تقوم برسم هذا العنصر في أي موقع هنا. لماذا؟ بالتحديد تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى خطوط الشبكة، تقوم بعمل خطوط للشبكة، وهذا هو نظام متعارف عليه في أغلب البرامجيات الهندسية، انه تقوم بصنع خطوط شبكة سواء كانت مستطيلة او بكيرف معين، يعني ريكتانجولار او كيرفيد جريدز، ثم بعد ذلك على اساسها تقوم بوضع الاليمنتس او العناصر الخاصة فيك. وهنا في تاكلا ستراكتشر ديزاين خطوط الشبكة جدا بسيطة التعامل معها. لو تذهب الى الموديل راح تجد انه في الجريد عندك مجموعة من الادوات الخاصة في الجريد، طبعا تستطيع ان تقوم برسم خطوط الشبكة جريد لاين يعني كلاينات، او تعملها على بشكل متوازي وبشكل متوازي سريع، او انه تعتمد الريكتانجلر ويزارد، وطبعا اكثر استخدام انه تعمل انت ريكتانجلر ويزارد، او انه تعملها على شكل كيرف معين ارك معين، او انه تقوم باستيراد اصلا خطوط الشبكه من برنامج اوتوكاد. هنالك في برنامج اوتوكاد اذا متعود انه تشتغل على خطوط شبكه وتقوم بضبطها، وتستطيع استيرادها بشكل مباشر من البرنامج. الان طبعا احنا راح نبدي نعمل بما ان البروجكت مالتنا مثل ما لاحظت في البريفيو الخاص فيه يحتوي لك على خطوط شبكه مستطيله، اذا راح اقول له ريكتانجلر ويزارد، اضغط عليه بهذا الشكل، ثم بعد ذلك راح يبدي يقول لك اوكي هذه الخطوط راح ابدي اعملها لك على كل الادوار، فتبدي تحدد الادوار اللي انت تشتغلها. طبعا راح ابدي اعملها على كل الادوار، راح اقول له نيكست. الان راح اقول لك الاوريجين مالتك 00، اقول له اوكي 00 ما عندي اي مشكله. اللاينز اقول له اوكي ما عندي اي مشكله فيها. الان طبعا عندك اختيارين تحين لك البرنامج. لو تلاحظ هنا عندك احنا طبعا نعطي خطوط الشبكه باتجاه الاكس وباتجاه الواي. في الاكس دايركشن هنا يعني المعلومات الخاصه في الاكس يعني الاكس داتا، تستطيع انه تقوم بعدد البايات او عدد العدد السبان اللي راح تعطيها واللينث الخاصه في السبان. فعلى سبيل المثال عدد 4 ثم اللينث عندك 6 وتضغط على نيكست. الان لو تلاحظ يعمل لك في الاسفل هنا العدد 6 في اتجاه الواي واللينث الخاص فيها 4، نقول هنا نيكست، ثم بعد ذلك راح اقول له نيكست الروتيشن الخاص فيه ما عندي اي مشكله، ثم اضغط على فينش. الان تلاحظ انه عمل لك خطوط الشبكه. الان هذه خطوط الشبكه هي ذات مسافات ثابته، عدد السبان هي ثابتة والمسافات اللينث ثابتة. طيب مو كل طبعا البروجكتات هي تعتبر عندك انه عدد الجريد هي ثابتة كسبان ولينث، الان انت ايضا لك الحرية في تخصيص المسافات، فاضغط على كنترول زد حتى اتراجع عن هذا الامر، ثم ايضا اتجه مرة اخرى اختار ريكتانجلر، اقول له هنا نيكست نيكست، اقول له اوكي جنريت، ثم في الاكس دايركشن راح اقول له استخدم ريجولار، اوكي اعمل لي ريجولار، وابدي اعطيه اللينث الخاصه فيه. الان اللينث الخاصه فيه هي 6 فارزه، لو تلاحظ عندك الان في الاسفل دي يعمل لك اياها هنا، هذه هي 6 فارزه، اوكي ارجع مره اخرى، فارزه 3 لو تلاحظ، ثم فارزه، وبعد ذلك اقول له 8، يعني عندي 8 وابدي اضربها في 6، اوكي؟ اي بمعنى ذلك انه انا عندي 8 سبانات المسافه مالتهن 6، 8 سبانات المسافه مالتهن 6. الان اخذ هذا كوبي ثم اتجه الى نيكست واتجه الى الواي اضع بيست، ومجرد انه اقوم بتغيير 8 الى 5. طبعا هذه خطوط الشبكه اللي احنا نحتاجها خلال البروجكت مالتنا. اذا بهذه الطريقه، الطريقه جدا بسيطه، تستطيع من خلاله ان تقوم بضبط اعدادات الشبكه مالتك، ثم تضغط على نيكست وعلى نيكست مره اخرى وتختار روتيشن وتضغط على فينش. الان تلاحظ انه عمل لك خطوط الشبكه بالشيء اللي انت تريده، وعمل لك الليبل الخاصه فيها اي بي سي دي وصولا الى الكي، ثم 1 2 3 وصولا الى 8. اوكي الان طبعا هذه خطوط الشبكه بدات تكررت عندك على كل الاس تي اللي موجود عندك على كل الادوار، تجي تفتح 5 راح تجد نفس خطوط الشبكه في كل الادوار.